بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب أولى ثانوي. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنبدأ حل كيميكال فورمولا برسنتج. أول سؤال: ذا كيميكال فورمولا أوف منين كومباوند؟ الكيميكال فورمولا بشكل عام محدد ليش، يبقى ممكن تكون امبيريكالي ولا مولوكولاري ولا اي وبي ار كوركت. اي وبي ار كوركت، فهنعدي الآخر واحدة ونخليها اي وبي. فأنواع الكيميكال فورمولا امبيريكال ومولوكولاري ببساطة. تاني سؤال بيقول لي ذيس فورمولا ذات انديكيت او ويتش از نون از امبيريكال فورمولا. الفورمولا اللي اسمها امبيريكال دي which represent بتوضح لي الامبيريكال دي بتطلع معاها بعد كام خطوه يا اولاد؟ الخمس خطوات اللي بنعمل فيها سمبليفاي وبالتالي تبقى سمبلست فورم. ذا كيميكال فورمولا شوز نمبر اوف. الكيميكال فورمولا بتقول لي نمبر اوف مين؟ اوف اتوم طبعا يا جماعه. المول ده الكو اوفيشنت يا جماعه ملوش اي علاقه خالص. بعد كده ذا رياكشن اوف ايونز ان ذا اكيوس سوليوشن. الايون ممكن يديني انسولابول وممكن يديني سوليابول. ايونز يعني البوزيتيف بياخد النيجاتيف والنيجاتيف بياخد البوزيتيف يا جماعه. طبعا ادق الاجابه اي وبي والاثنين صح طبعا، ولكن الراجل بيقول لي يا شباب جاز ايفولف، هضطر اختارها عشان اختار اي وبي وسي ار كوريكت. بعد كده بيقول لي يا شباب زي امبيريكال فورمولا سي اتش 2 سي اتش 2 از ذا سمبلست افيلبل. تمام، بتكون هي ابسط حاجه. السي اتش 2 دي هي بتكون ابسط حاجه تنفع لمين يعني يا شباب؟ تنفع لمين الامبيريكال فورمولا دي؟ الامبيريكال فورمولا سي اتش 2 تنفع لسي 2 اتش 3؟ لا طبعا. طب سي 3 اتش 8؟ لا برضه ما فيش سمبليفاي خالص. طب سي 4 اتش 10؟ والله لو انا عملت ديفايد 2 هيبقى هنا على الاثنين فهالاثنين وهنا على الاثنين فالخمسه، يبقى سي 2 اتش 5 برضه لا. طب هنا سي 2 اتش 4 لو عملت ديفايد 2 هيبقى هنا 1 وهنا 2. طب هنا ديفايد 3 هيبقى هنا 1 وهنا 2. طب ال 4 وال 8 ديفايد 4 هيبقى هنا 1 وهنا 2. طب ال 5 وال 10 ديفايد 5 وديفايد 5 يبقى هنا 1 وهنا 2. وبالتالي يا شباب يبقى دي كلها طالعه سي اتش 2. بعد كده زي امبيريكال فورمولا اوف سي 4 اتش 8 او 2 هنعمل ديفايدد 2. 4 ديفايدد 2 ب 2، 8 ديفايدد 4 ديفايدد 2 ب 4، 2 ديفايدد 2 ب 1، يبقى 2 4 1 2 4 1 2 4 1 اول واحده. تمام، بعد كده شباب بيقول لي ذا نمبر اوف امبيريكال فورمولا اوف سي 2 اتش 2 او 4 هنعمل ديفايدد 2، يبقى عدد الامبيريكال هي واحده بس هنعمل ديفايدد 2 خلصنا. اف ذا امبيريكال فورمولا اوف ذا كومباوند سي اتش 2 المولر ماس بتاعتها 56 جرام. الامبيريكال فورمولا تمام كده سي اتش 2 والمولر ماس اللي هي الماس الكبيره 56. الراجل كده مش جدع، عندنا الماس الكبيره هو من عامل الماس الكبيره، فاكرين الحوار الماس الكبيره على الماس الصغيره يا شباب في نمبر 8. تمام كده الماس الكبيره 56، الماس الصغيره السي بكام؟ ب 12، وهنا اتش 2 يبقى 1 تايمز 2 بكام؟ ب 2، يبقى 56 اوفر 14 هنحسبها تطلع معانا كام؟ بقى في 10 ب 40 هتطلع معانا ب 4، يبقى المفروض ده يبقى كام مره؟ اربع مرات، يبقى سي 4 اتش 8. بعد كده ذا مولوكولار فورمولا اوف فيتامين سي سي 6 اتش 8 او 6، يبقى الامبيريكال هنعمل ديفايد 2، ديفايد 2 يبقى هنا كده 3، ديفايد 2 يبقى هنا 4، ديفايد 2 يبقى 3، يبقى 3 4 3 3 4 3 اول واحده. بعد كده ذا هيدروكربون كومباوند فورمد فروم ذا رياكشن اوف 0.1 مول اوف كربون اتوم و 0.4 مول اوف هيدروجين اتوم. يبقى انت عندك السي هنا 0.1 وهنا كده الاتش بكام يا باشا؟ ب 0 بوينت كام؟ 4. تمام، هنعمل لازم بالفاي على طول، فهنعمل سوري هنعملها تايم السنه على طول عشان نضيع الديسيمال، يبقى سي 1 اتش 4. ما هو مش هينفع سي 0.1، هو مدين نمبر اوف مول على طول. The empirical formula CH2O describe mean CH2O C6H12O6. والله لو احنا عملنا divided 6 في ده، سيبك من الاولاني تمام، خد بي C6H12O6 هنعمل divided 2 6 قصدي، يبقى 6 في الواحد اول واحده 1، 12 على 6 في 2 6 على 6 في الواحد 1 2 1 يبقى تنفع. طب HCHO HCHO كانها بالظبط CH2O فهتنفع، يبقى انا كده اخترت اولز بريفس بس عارف افهم اول واحده CH3COOH كومباوند ده ملموم. قول له متبعتر، قول له لمي نفسك في كام سي؟ سي 2 اتش 3 واتش في الاخر اتش 4 او 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 2، هنعمل ديفايد 2 الايكويشن كلها يبقى هنا 1 2 1. تمام كده يبقى سي اتش 2 او. بعد كده A and B are two compounds which are similar in the empirical formula. عندنا اتنين compound A و B which are similar in the empirical formula. تمام، but they differ in molecular formula. اتنين زي بعض في الامبيريكال يعني السمبليفاي بتاعهم واحد، يعني مثلا كأن بالظبط بقول لك C2H2 اعمل له سمبليفاي يبقى CH. طب C6H6 اعمل لهم سمبليفاي يبقى سي اتش. تمام كده، فدول الاتنين مختلفين عن بعض في المولوكولر بس لهم نفس الامبيريكال فورمولا. تمام، بيقول لي يا شباب A و B are two compounds which are similar in the empirical formula but differ in molecular formula. conclude the reason which led to the previous result. ادي لي الريزون اللي ادى للنتيجه اللي فوق دي يا شباب. هقول له because عشان الامبيريكال فورمولا is the simplest ريشيو بتوين ات، بس اقول له تعريف الامبيريكال كان بقول له ان الامبيريكال دي مش حقيقيه فهي سمبليفاي، فممكن يطلع لحاجات كتيره زي بعض وعادي يعني.
تمام. كومباوند از برودوسد فروم اكس وزد. جميل، يبقى الكومباوند عادي بيتكون من اكس وزد. بيقول يا شباب اتس ماس فور ويتش اذر ان ذا سامبل فروم ذيم 4 جرام و1.4 ريسبكتيفلي. يبقى هنا 4 وهنا 1.4. تمام. بيقول لي الامريكال فورمولا كومباوند ده، ومدين الاكس ب 16 والزد بكام؟ 14. يبقى انا كده عملت 5 خطوات، 3 خطوات، كتبت السيمبلز، كتبت البيرسنت، هو مديني ماس بدل البيرسنت، خلاص اشتغل بقى عادي جدا، ومديني المولر ماس. هروح اعمل 4 اوفر 16 ونحسبها بالكالكوليتور. ثانيه واحده اجيب الكالكوليتور يا جماعه. جبت الكالكوليتور وجيت يا شباب نحسب اول واحده يطلع معانا 0.25. الثانيه هنحسبها يا شباب 1.4 اوفر 14 بكام يا شباب؟ 0.1. 0.25 و0.1 من الصغير يا جماعه، طبعا ده مشكله كبيره بالنسبه للدفعه دي. 0.25 و0.1 مشكله حقيقيه. طبعا في ناس بتقول 0.25 هي الصغيره، تمام، طبعا الناس ربنا يشفيها يا جماعه، 0.1 هي الصغيره، فهنعمل 2 ديفايد 0.1 يا شباب. يبقى هنا كده على 0.1 الاولانيه دي هطلع فوق عشان اكيد جاي على صورتي دي. الاولانيه دي هيبقى كده 0 هنا ديفايد 0.1 وهنا ديفايد 0.1، هنا كده هيبقى 1 و0.25 over 0.1 هنحسبها تطلع معانا 2.5 2.5. لما تكون 2.5 نعمل الايكويشن كلها تايمز كام يا باشا؟ تايمز 2. يبقى 2.5 تايمز 2 يبقى ب 5، وهنا 1 تايمز 2 يبقى 2. يبقى انت عايز اكس 5 اتش اكس 5 زد 2، اكس 5 زد 2 اهو، اكس 5 زد 2. تمام. بعد كده بيقول يا شباب what is the empirical formula of the compound contain 85.6 كربون و 14.4 هيدروجين. دي حليناها في الحصه 5000 مره يا جماعه، وهتطلع سي اتش 2 من غير ما نحل، مش هحلها فعلا. بعد كده بيقول لي what is the empirical formula of the metal M اوكسايد. M اوكسايد يبقى انت تستنتج، ركز عشان دي جميله، الراجل ما قالش بيتكون من مين ومين، بس بيقول لي M اوكسايد يبقى انت تستنتج ان الكومباوند فيه M واكسجين. بيقول لي الاكسجين 40%، لما يكون الاكسجين 40 يبقى الM كام يا باشا؟ 60، ومديني الM ب 24 والO ب 16. يلا اعمل ديفايد ده يا جماعه، هنعمل 60 اوفر 24 هتطلع معانا 2.5، و 40 اوفر 16 هتطلع معانا 2.5. يلا سمبليفاي ديفايد الصغير، يبقى ديفايد 2.5 في الحالتين، فبالتالي نعمل ديفايد 2.5 هنا في ال1 وهنا ديفايد 2.5 في ال1، يبقى الرمز بتاعنا ام او. تمام. بعد كده زي امبيريكال فورمولا سي اتش 2 از، السي اتش 2 دي هي السيمبلس بتاعت مين؟ اخر واحده دي لسه حالين نفس السؤال من شويه. والامبيريكال فورمولا سي 4 اتش 8 او 2، تمام، الامبيريكال بتاعتها هنعمل ديفايد 2 يبقى سي 2 اتش 4 او، يبقى هنختار دي. بعد كده زي اف زي امبيريكال فورمولا اوف كومباوند سي اتش 2 الماس بتاعتها، احنا لسه حالين دول بالترتيب معاهم متعادين، ودي غلطه للاسف يا جماعه، معلش لسه حالين دي. اف زي مولوكولا فورمولا اوف فيتامين سي لسه حالينها برده، ودي لسه حالينها برده، ودي لسه حالينها برده. تمام. هنا يا شباب بيقول لي اورجانيك كومباوند بيتكون من كربون وهيدروجين، قلت له تمام، ادي السي وادي الاتش. قال لي السي بكام في الميه؟ 80%، والاتش كام في الميه؟ 20%. جميل، عايزين نجيب المولوكولار، يبقى هجيب الامريكا الاول، السي ب 12 والاتش ب 1، 20 على 1 فال 20، 80 على 12 6.6. جميل، انا كده عملت كام خطوه يا باشا؟ انا عملت 4، كتبت السيمبلز، كتبت البيرسنت، كتبت المولر ماس، عملت كل رقم ديفايد اللي تحته وطلع لي دول. تمام. ديفايد 6.6 بقى، يبقى الاولانيه كده فيها ال1، و20 على 6.6 فيها الكام؟ فيها الثلاثه، يبقى كده السي تاخد 1 والاتش تاخد 3، يبقى الرمز بتاعنا سي اتش 3. السي اتش 3 كده يا شباب تعتبر ايه؟ امبيريكال. اما الراجل قال لك لا ابغي مولوكولا، قلت له طب خليك جدع واديني اليونت، قام قال لي لا معاك الماس الكبيره ب 30، قلت له خلاص هجيب الماس الصغيره، السي ب 12 والاتش 1 تايم 3 ب 3 يبقى كله 15، يبقى اروح اعمل 30 على 15 ايكوال 2 يونت، يبقى الكومباوند ده يتكرر كم مره؟ مرتين، يبقى بدل سي اتش 3 يبقى سي 2، اتش كام يا بطل؟ اتش 6. بعد كده بقول يا شباب ان ان اكسبيرمنت 20 جرام اوف ليثيوم، يبقى الليثيوم معانا اهو ال اي 20 جرام اوف ليثيوم 20 جرام، نطلعها فوق شويه ماشي مش مشكله، مع 14 جرام نيتروجين، ادي النيتروجين انه 14 جرام. جميل قوي. الان بكام؟ ال اي بكام؟ ال اي ب 7، والان بكام؟ ال ان 14. يلا نعمل كل رقم ديفايدد اللي تحته، 21 على 7 فال 3، 14 على 14 فال 1، يبقى الريشيو كده 3 تو 1. المفروض ديفايدد الصغير اللي هو ال 1 يبقى 1 على 1 ب 1 و 3 على 1 ب 3، يبقى هي هي، وبالتالي يبقى الرمز بتاعنا ال اي، ال اي تاخد 3 والان تاخد كام يا باشا؟ تاخد 1. بعد كده
بقول يا شباب وين 0.62 جرام اوف فوسفورس رياكت و0.8 جرام اوف اكسجين، ادي الفوسفورس وادي الاكسجين، الفوسفورس بكام؟ 0.62، الاكسجين بكام؟ 0.8. بيقول يا شباب اكسجين تو بروديوس فوسفورس بنتا اوكسايد، كالكوليت ذا مولكولار فورمولا، والبيب كام؟ البيب 31، والاوب كام؟ الاوب 16. هنروح من كل رقم ديفايد اللي تحته، يبقى 0.62 اوفر 31 ايكوال كام؟ 0.02. طب و 0.8 اوفر 16 كام؟ 0.05. مين الصغير يا جماعة؟ طبعا 0.02، هيعمل ديفايد 0.02 وهنا ديفايد 0.02، هنا كده في الوان وهنا كده في الاثنين ونص، اروح اعمل تايمز 2 يا جماعة، يبقى هنا كده 2 هنا 5، يبقى البي تاخد 2 والاو تاخد 5، يبقى الرمز بتاعنا بي 2O5. بعد كده كالكوليت ذا مولكولار فورمولا اوف كالسيوم اوكسايد بروديوسد فروم هيتنج 0.4 جرام اوف كالسيوم، جميل، يبقى الكالسيوم لوحده ب 0.4. اما قايل لي والكالسيوم اوكسايد 0.56، يبقى اروح قايل له بص بقى انا عايز دلوقتي الكالسيوم وعايز كمان الاكسجين، انت مديني الكالسيوم لوحده ب 0.4 والكالسيوم بالاكسجين على بعضه 0.56، هروح اعمل 0.56 ماينس 0.4، هنحسبها تطلع معانا 0.16. يبقى 0.16 ده بتاع مين؟ الاكسجين، يبقى الاكسجين ب 0.16. المولر ماس الكالسيوم ب 40 والسي اي بكام؟ 16. هنروح عاملين يا شباب 0.4 على 40 بكام؟ ب 0.01 و 0.16 على 16 ب 0.01. طبعا الصغير كده كده نفس الرقم 0.01، يبقى هنا كده في الواحد وهنا كده في الواحد، يبقى الرمز بتاعنا سي اي او. بعد كده بقول يا شباب 54 جرام اوف المونيوم كومباين وذ اوكسجين تو فورم 102 جرام اوف المونيوم اوكسايد، خلي بالك معايا بقى، انت كده عندك الالومنيوم وادي الالومنيوم اوكسايد، يبقى الالومنيوم بيكون الومنيوم، الالومنيوم اوكسيد من الومنيوم واكسجين، الالومنيوم بكام؟ 54 جرام. قلت له تمام، طيب والاكسجين بكام؟ قام قايل لي 102 ماينس ال 54. اشمعنى 102؟ عشان الالومنيوم بالاكسجين كله 102، الالومنيوم لوحده 54، يبقى 102 ماينس 54 هنحسبها تطلع معانا بكام يا شباب؟ 48. يبقى ال 48 ده بتاع مين؟ الاكسجين 48. الاي اللي بكام انت مديها لنا؟ ب 27، والاو بكام؟ 16. ده ديفايد ده بتطلع ب 3، ده ديفايد ده تطلع بكام؟ ب 2. طبعا ما فيش سمبليفاي لان كده كده 2 ل 3 هي سمبلست فورم، يبقى الرمز بتاعنا ايه يا باشا؟ اي ال 2 او 3. تمام؟ بعد كده نمبر 7، بقول يا شباب نمبر 6 تاني 26 يا شباب عشان لو حد ما شافهاش يطلع 27. بقول يا شباب رايت ذا مولوكولار فورمولا اوف كومباوند اتس مولوكولار ماس 26، مولوكولار ماس عن الماس الكبيره والفورمولا بتاعته سي اتش، انت عايز تجيب المولوكولار الكبيره المفروض تديني النمبر اوف يونت، قام قايل لا ده الماس الكبيره ب 26، قلت له خلاص الماس الصغيره السي ب 12 والاتش ب 1 يبقى ايكوال 13، يبقى هنا الماس الصغيره ب 13، يبقى 26 على 13 ايكوال 2، 2 ايه؟ 2 يونت، انا عايز من ده حتتين يبقى سي 2 اتش 2. تمام؟ بعد كده رايت ذا مولوكولار فورمولا اوف كومباوند اتس مولوكولار ماس 16 جرام والامبريكال سي اتش 4، الامبريكال سي اتش 4 هو مديني الماس الكبيره فانا عايز اعملها على الماس الصغيره، السي بكام يا باشا؟ السي ب 12 والاتش 1 تايمز 4 ب 4 ايكوال 16، الله 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 الله، ده الماس الصغيره كمان طلعت ب 16، يبقى 16 على 16 ب 1، يبقى ده يتكرر كام مره؟ مره واحده اللي هي هي، تمام؟ يعني مش هعمل مره واحده، يبقى هكبر عليه واحده كمان، انت كده جبت اثنين، انا عايز نمبر اوف يونت واحده، يعني هي سي اتش 4 هي سي اتش 4. الله، طب وده ينفع؟ طبعا فاكر انت في الحصه لما كنا بنقول ان الامبيريكال ينفع تبقى هي المولوكولار، عادي جدا مش اي مشكله. بعد كده رايت ذا مولوكولار فورمولا اوف ان اورجانيك اسيد اتس امبيريكال فورمولا سي اتش 2 او والمولوكولار ماس بتاعتها يعني الماس الكبيره 90، هون جايب الماس الصغيره السي ب 12 والاتش 1 تايمز 2 الاوب 16، يبقى كده كله كام؟ يبقى كده كله 30، يبقى 90 اوفر 30 ايكوال كام يا باشا؟ ايكوال 3، يبقى المفروض السي اتش 2 او دي تكرر كام مره؟ 3، يبقى سي 3 H6O3. بعد كده رايز ذا مولوكولار فورمولا اوف ان اورجانيك كومباوند، عايز نجيب المولوكولار اورجانيك كومباوند اتس ماس ايكوال 108 جرام والامبريكال فورمولا C2H3، مديني برضو الماس الكبيره، هو انا جايب الماس الصغيره سي ب 12 في 2 ب 24 والاتش 1 تايم 3 ب 3 ايكوال 27، يبقى 108 على كام يا باشا؟ على 27، هتطلع باربعه، يبقى المفروض الكومباوند اللي هو سي 2 اتش 3 ده يتكرر كام مره؟ اربع مرات، يبقى سي 2 2 تايمز 4 ب 8، اتش 3 3 تايمز 4 ب 12، يبقى سي 8 اتش 12.
تمام كده يا شباب. ده بالنسبه لمين؟ لاسئله الجزء ده. طبعا جزء بسيط جدا جدا، الناس تحلوا التركيز يا جماعه، وان شاء الله المره الجايه ميعادنا مع البرسنتج اوف ييلد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.